مختلف مختلف على أي حاجة. دين، سياسة، علم، العادات والتقاليد. لكن اللي لازم نتفق عليه كلنا مسلمين، مسيحيين، يهود، أو من أي دين أو جنسية، نتفق إننا نعيش في بيئة نظيفة على الكوكب اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عليه، والكوكب الوحيد اللي نقدر نعيش عليه لغاية دلوقتي. تتغيري، تتشكلي، جواكي حلم مخنوق قوي. تتغيري، تتشكلي، جواكي حلم مخنوق قوي. عرفنتي ليه؟ عرفنتي امتى تتحرري؟ تتغيري، تتشكلي، جواكي حلم مخنوق قوي. عرفنتي ليه؟ عرفنتي امتى تتحرري؟ امي وسفنتي وشمسي ونهاري، ارضي وهوايا وميتي في بالي. امي وسفنتي وشمسي ونهاري، ارضي وهوايا وميتي في بالي. عشان بشوفك دايما حبيبة وانتي غريبة، عشان بشوفك دايما حبيبة محضة غريبة. اخاف عليكي واحطك في قلبي، وانتي تشوفي خوفي عليكي. اخاف عليكي واحطك في قلبي، وانتي تشوفي خوفي عليكي. غمضت عيني طويل وحلمت انك بتحضنيني، وصحيت لقيت المستحيل بحنانك انتي بتأيديني. غمضت عيني ليل طويل وحلمت انك بتحضنيني، وصحيت لقيت المستحيل بحنانك انت بتأيديني. مجبور اعيش ولا ابعد واسيبك، ولا احب الدمع في عيوني. مجبور اعيش ولا ابعد واسيبك، ولا احب الدمع في عيوني. عشان بشوفك دايما حبيبة محضن هوا وانت غريبة. عشان بشوفك دايما حبيبة محضن هوا وانت غريبة. اخاف عليكي واحطك في قلبي، تشوفي خوفي عليكي. اخاف عليكي واحطك في قلبي، وانتي تشوفي خوفي عليكي. تتغيري،
تتشكلي جواكي حلم مخنوق قوي. عارفه انت ايه؟ عارفه انت ليه؟ عارفه انت امتى تتحرري؟ شجر سبحان الله في مكان غريب قوي، مصنع ديناصورات وبشر. يا سلام على جمال. طب ايه العلاقه بين الديناصورات والبشر؟ الحقيقه من وجهه نظري ان الديناصورات بيقطعوها والبشر بيتطابقوا في حاجه مهمه جدا، ان الاثنين عاشوا على الكره الارضيه. الاثنين بتوقع بالطريقه اللي احنا ماشيين عليها كله في العالم، مش في اي دوله من الدول، لا مصر ولا السودان ولا ده الكره الارضيه. طبيعه البشر في الوضع الحالي سوف تؤدي الى الانقراض، وبالتالي الديناصورات والبشر بيتفقوا ايضا في ان هما ممكن ينقرض، واحد اوريدي انقرض والتاني في طريقه الى هذا اذا لم يعدل. الفرق بين الديناصورات والبشر ان الديناصورات ما كانش ليها يد في انقراضها، لكن البشر الحقيقة ضالعين في عملية اضمحلال الحياة على كوكب الارض. الاحتباس الحراري وخلافه دي بعض هذه الظواهر. بيشوف حاجات
سلوكها مش كويس اكيد هو هيشرب الحاجات دي، حاجات بتكسر وتخلي سلوكه مش كويس. فالمشكله انت ما تقدرش تمنع ايه ولا ايه، لو بتاعت كل قناه من هنا وتجيب هنا وتجيب هنا تسابق كل القنوات ان هي تجيب الكليبات دي وتجيب هنا، مش عشان تكسب اكبر عدد من المشاهدين وتزود اعلانات او تكسب، فانت يا اما هتقفل خالص وهتتقال عليك انسان رجعي وانسان متحفظ متشدد جدا. قول لي حتى بين الماتشات يعني الكوره يا بينا كل حاجه دي كليبات اعلانات حاجات. بعد الصور لإعلانات التلفزيون هنحول شوارع والشوارع والله في بعضها برضه بيبقى يعني مستفز شوية، مستفز شوية بيبقى مش مرغوب فيه، ولكن في بعض الإعلانات كويسة وطيبة. طب التلوث السمعي بقى الصوت العربيات؟ لا ده التلوث السمعي ده حاجة لوحده، ايه تكلمنا عنه؟ فلاكسات بدون سبب، بسبب وبدون سبب، يعني في صبية صغيرين بيسوقوا الميكروباصات هما دايما بيضربوا تلاكسات لبعضهم بيسلموا على بعضهم بالتلاكسات مش عارف ايه، وصوت الكاسيت العالي مثلا، وصوت الكاسيت العالي، ويمكن في الناس اللي ساكنه في الشارع في اطفال او اولاد شباب صغيرين يكون اهلهم راحوا الشغل ويكونوا انتهزوا الفرصه يكونوا لوحدهم في البيت ويشغلوا الكاسيت بصوت عالي. طب حضرتك بيزعجوا الجيران، حضرتك شايف مثلا عندي حل مثلا بالنسبه للتلوث البيئي ده؟ طبعا كل واحد يتقي الله في المركبه اللي هو بيسوقها ويحافظ عليها وما تخش تطلع قطرانه اللي مفوتها عمره يديلها عمره عشان ما تطلعش قطرانه وتضرب بيها الاخرين. وفي حاجه ثانيه كمان التدخين، في ناس بتدخن في العربيات، في ناس بتدخن في السيارات بيبقى مثلا الميكروباص بتقفل على الناس اللي راكبين فيه، تلاقي واحد بيدخن طبعا ده بيضر الناس الاخرين، طبعا ده اسمه التدخين السلبي. ايوه يعني اذا التدخين برضه هو جزء من العوامل اللي بتلوث البيئه. طبعا ده شيء طبيعي. احنا مشكورين جدا بحضرتك وان شاء الله نلتقي بيه. جزاكم الله كل خير، ويا ريت بس ان احنا ننمي كلامنا ده يعمل صدى ويصلح البيئه شويه. ان شاء الله مشكورين جدا يا ابو ابراهيم. والله هي عشان ابقى صريح معاك يعني التلوث ما انت ما بتحسش بيه يعني لان ده بيبقى له طعم مش هتقدر تحس طعم مضره او صحيه، او لكن بيبان بعد كده في الاثر في البعيد حسب صحه البني ادم، او انك انت بتسمع بقى كلام كده جدا برضه خير عن كل شركات المايه في مشاكل بين كل الشركات منزله منشورات واعلانات ان هي خاليه من اي امراض ودي كلها ادعاء شركات على نفسها في انترنت عشان تعمل. طب الشركات المايه دي مشكله، المهم المايه بتاعتنا احنا بنشربها. Thank you.
للبيئة، كلمة بنستخدمها عشان نتريق بيها على بعض، مع انها كل شيء وفروا ربنا سبحانه وتعالى على كوكب الارض لحياة جميلة للانسان وجميع الكائنات الاخرى. اسف، انا اقصد انها كانت جميلة، لكن اللي بيحصل دلوقتي ان جمالها بيضمحل او بيعجز على ايدينا لغاية ما تموت، وده في وقت قصير جدا بالنسبة لعمر الارض، ملايين السنين وحياة الانسان القصيرة على هذا الكوكب. اعتقد ان ربنا مش عايز كده، الا اذا كان للانسان رأي اخر. الهوى ما بقاش هوانا على رأي عبد الحليم، او هوى ربنا بمعنى اصح، دخان وعوادم وبترول، ربنا يرحمنا منه. فين بس الطاقة الشمسية والهواء والمية؟ ده احنا نقدر نشغل العربيات بالمية، المية سبحان الله فيها تقدر تشتغل زي البنزين. المية اللي بنوسخها كل يوم بتتوسخ اكتر، وكمان بنستهلكها ببذخ. والارض او التربة اللي كل يوم بتتوسخ اكتر، والارض الزراعية بنبني عليها طوب احمر، نمشي في كل الاراضي الزراعية على الطرق السريعة نلاقي الارض الزراعية كل يوم بتقل، ومباني بتطلع وناس جديدة بتعيش عليها. طب الشجرة تعرفين ايه معنى الشجرة؟ دي مصنع الاكسجين. الشجرة دي بتاخد ثاني اكسيد الكربون من الجو وتدينا اكسجين، ده مصنع ربنا خلقه عشان يمدنا بالاكسجين. والزبالة بقت جبال، وكمان نشوف تلوث. يعني البيئة مش بس الحاجات اللي بنلمسها، لا، دي كمان الحاجات اللي بنحسها بالنظر وكمان بالسمع، بيب 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 وغيره، كل من عنده حنجرة ولا ميكروفون يصرخ بيه. على فكرة الموضوعات دي مش مصرية بس، لا، دي عالمية. في كل بلد، والأدهى من كده المشاكل اللي بتهدد الكرة الأرضية بصفة عامة، نووي واحتباس حراري والله أعلم إيه كمان، على إيد هذا الإنسان. ربنا يرحمنا، بس مش زي ما رحم الديناصورات. أقول لكم إيه، ربنا يستر. ليه وكل ده ليه الدنيا جرى فيها ايه؟
حالها بسماءنا وبنتفرج عليها حالها بسماءنا وبنتفرج عليها حالها بتتفرج عليها مقلوب حالها بتتفرج عليها